السلام عليكم، معكم مدونة تايتونز كويت. اليوم راح نستعرض جهاز الووتر بيك. جهاز الووتر بيك جهاز خاص في تنظيف الأسنان، جهاز بديل لخيط الأسنان. إذا أنت تستخدم خيط الأسنان هذا لا يغنيك عن أنك أنت تستخدم خيط الأسنان، لا، استخدم خيط الأسنان واستخدم هذا الجهاز. لكن في بعض الناس يقولك أنا ما أستخدم خيط الأسنان، فأنا أنصحك تستخدم هذا الجهاز كجهاز بديل لخيط الأسنان. الجهاز هذا يساعد على التنظيف بين الأسنان وبين اللثة وبين السن نفسه. الجهاز هذا متوفر في أغلب الصيدليات أو في الصيدليات الخاصة في صحة الفم أو صحة الأسنان. الجهاز هذا قيمته من 30 إلى 35 دينار، مو أكثر من هذا السعر. نشوف مع بعض شنو يحتوي على هذا الجهاز وشون يشتغل هذا الجهاز. طبعا نبطل العلبة نشوف شنو محتوى العلبة أو شنو في داخل العلبة. طبعا الجهاز هذا يشتغل على شحن، تشحنه ويستمر معاك لمدة 8 أيام إلى 10 أيام. طبعا عندك هذا الشاحن، عندك هذا هو الجهاز نفسه بهذا الشكل، هذا هو الجهاز. طبعا عندك هذولي التبس او القطع اللي موجودة مع الجهاز، كل واحدة لها استخدام خاص فيها. عندك استخدام خاص في اللثة، في تفريش الاسنان، واحدة خاصة في تنظيف الفم من اعلى الفم، وفي قطعة خاصة في التقويم وخاصة في الزرعات او في التلبيس. طبعا هذا هو الجهاز. عندك هذا اللي هو التانك او التانك اللي تعبي فيه الماي، عندك وحدة قياسات موجودة عندك هنا مثل ما هو واضح عندك. الجهاز شلون يتبطل؟ طبعا هذا تعبيه ماي، ماي من الحنفية، ماي من البرادة، اي مكان تبي تعبيه ماي، بس المهم انه يكون ماي نظيف. يتبطل الجهاز من هنا، عندك لاحظ هذا الزر اللي على اساس تبطل التانكي، تبطل هذا بهذا الشكل وتسحبه لتحت يتبطل معك. طبعا تعبيه ماي، بعد ما تعبيه ماي تقدر انك انت تعبيه احد المحاليل الخاصة في تنظيف الاسنان او المضمضة، مثلا عندك الاسترين او عندك غيرها من المضمضات الموجودة في الصيدليات او في الجمعيات. تقدر تحط لك مغطى واحدة في هذا التانكي مع الماي وتستخدمه بحيث انه يعطيك طعم او ريحة حلوة في الحلج. نشوف مع بعض شلون يشتغل هذا الجهاز ونطبق هذه العملية على الطقم اللي موجود عندنا. عندك هذا الجهاز الحين، احنا عبينا ماي، بعد ما عبينا الجهاز ماي ويبنا هذا الطقم مثل ما انتم شايفين على اساس ان نطبق عليه العملية او شلون طريقة استخدام هذا الجهاز. طبعا نجيب احد هذه الادوات، مثلا لنفرض ان احنا بنستخدم هذه الاداة، هذه الاداة على اساس تنظف بين اللثة وبين الاسنان. طبعا عندك قطع ثانية، عندك هذه الفرشة، هذه الفرشة على اساس انك انت تفرش الضرس فيها وهي ترش ماي وتطلع ماي بقوة عالية على اساس تنظف الضرس. هذه القطعة تسوي لك مثل عملية مساج بحيث انك انت تسوي عملية تنظيف حق سقف الحلج مثل ما انتم شايفين، حق ورا الضرس من هني او حق سقف الحلج. وعندك ايضا تقدر تنظف هذه المنطقة مثل ما انتم شايفين بهذه القطعة. وعندك قطعة ثانية اللي هي هذه القطعة، القطعة هذه تسوي لك مثل عملية بولش او عملية تنظيف حق الضرس بحيث انها تنظف لك الاماكن الدقيقة مثل هذه الاماكن. لاحظ معي تنظف بين الضرس وتنظف بين الضرس واللثة كأنها عملية تفريش اسنان. طبعا عندنا هذه القطعة مثل ما انتم شايفين، هذه القطعة هم هذه القطعة تقدر تستخدمها حق اللي عنده تقويم، يعني مثلا انت حاط تقويم تقدر تستخدم هذه القطعة على اساس تنظف البراكت او تنظف القطعة نفسها الخاصة في التقويم. طبعا تقدر تنظف وتدش بين الكابل اللي مركبين لك اياه على اساس انت تنظف ضرسك او تنظف التقويم نفسه، وهذه القطعة مفيدة حق اللي عنده تقويم، تساعدك على اساس انك انت تنظف اسنانك باكثر دقة وافضل من اي جهاز ثاني.
نشوف شلون تركب هذه القطعة وشلون تشتغل هذه القطع أو هذا الجهاز. لاحظ معاي، أنت تجيب الجهاز، مجرد ما أنك أنت تجيب القطعة هذه، تجيب القطعة وتركبها بهذه الفتحة، مجرد ما أنك أنت تركبها بهذه الفتحة مثل ما أنتم شايفين، تسمع الصوت هذا، الكبسة هذه. لاحظ معاي مرة ثانية، تجيبها وتركبها بهذا المكان، لما يطلع عندك الصوت. لاحظ معاي بعد ما ركبت معاك القطعة، هذه الفرارة ما لها علاقة بأي شيء ثاني، هذه مجرد أنها تفر لك التب هذه أو القطعة هذه على أساس تلفها عكس يمين يسار على حسب ما أنت تبي، يعني ما لها علاقة في الشد. إذا أنت حاب تفصل هذه القطعة، مجرد ما أنك تضغط على هذا الزر اللي موجود عندك هنا، تضغط عليها وتسحب القطعة وتطلع معك بكل سهولة. هذه هي طريقة تركيب القطع. لاحظ معي عندك هنا هذا زر التشغيل، ترفع عليه فوق يشتغل معك. هنا عندك السرعات، إذا أنت تبي ضغط عالي أو سرعة عالية، إذا تبي ضغط خفيف أو سرعة خفيفة تنزله تحت، عندك هالسرعتين. لاحظ معي تمسك الجهاز وتحطه بهذه المنطقة. أنا ودي أشغل لكم الجهاز بس أخاف أنه يتلفني ويدمرني الماي هني، بس يلا نشغل لكم إياه. لاحظ معي مجرد ما أنك أنت تحطه بين الضرس وتشغل الجهاز، لاحظ معي طبعا تلفنا ماي مثل ما أنتم شايفين، مجرد ما أنك أنت تشغله وترش في هذه المنطقة وتشغل وترش في هذه المنطقة. لاحظ معاي هذا الضغط ماله ضغط عالي، قوة الماي قوة سريعة جدا، بحيث انك انت تقدر تنظف بين الاسنان ويدش الماي بين الضرس. مثل ما قلت لكم، تجيب القطعة هذه وتدخلها تمررها بين الضرس، يعني ما تضغطها حيل بحيث انك انت تأذي نفسك، لا، مجرد ما انت تمررها الماي هو اوتوماتيكيا راح يدش داخل مع قوة الضغط. هذا هو شرح اليوم، او هذا هو استعراض اليوم، جهاز ووتر بيك، جهاز لتنظيف الاسنان، جهاز مفيد جدا، انا انصحكم فيه. اذا انت مركب تقويم او انت ما تستخدم الخيط، او حتى لو انت تستخدم الخيط، هذا الجهاز مفيد جدا، يفيدك، راح تحتاجه وراح تقدر تستخدمه في البيت بكل سهولة، ما في اي تعقيد بطريقة استخدامه، مثل ما احنا شرحنا لكم شلون طريقة الاستخدام. أتمنى أن الاستعراض هذا ينول إعجابكم، أتمنى أن الشرح هذا ينول إعجابكم. إذا عجبكم هذا الشرح سووا لي لايك وسبسكرايب، إذا ما عجبكم هذا الشرح سووا لي ديسلايك. إحنا نستعرض جميع الأجهزة، ما عندنا أي مشكلة، سواء كان جهاز طبي، جهاز إلكتروني، جهاز موبايل، كمبيوتر، أي جهاز. في ناس راح يقولون أنت تستعرض أجهزة موبايلات أو أجهزة كمبيوترات، إيش دخلك في موضوع الطب؟ أي جهاز إلكتروني أو أي شيء خاص في التكنولوجيا إحنا نستعرضه في مدونتنا، ما عندنا أي مشكلة. إذا أنت حاب أن إحنا نستعرض أي جهاز ثاني، مجرد ما أنك أنت تقول لي نوع هذا الجهاز، أنا راح أحاول قدر الاستطاعة أني أتوصل حق الشركة وأستخدم جهازهم، أستعرضه لكم على أساس أنتوا تشوفون فائدة هذا الجهاز، أو تقدر تستخدمه في البيت أو ما تقدر تستخدمه، إذا هو يعجبك أو ما يعجبك. أنا ما أقدر أقول لك روح اشتر هذا الجهاز، ما أقدر أقول لك لا تشتري هذا الجهاز، الأمر يراجع لك أنت. أنا مجرد أني أستعرض هذا الجهاز قدامك، إذا عجبك الجهاز بالاستعراض اللي أنا استعرضت لك إياه روح اشتراه، إذا ما عجبك لا تشتري. لا تسألني أشتري ولا ما أشتري، أنا ما أقدر أقرر لك، أنا عندي قناعة في أجهزة معينة أنا أستخدمها، يمكن أنت القناعة هذه مالتي ما تعجبك، فما أقدر أقول لك اشتر ولا لا تشتري. أنا مجرد أستعرض لك الجهاز وأنصحك في اللي أنا أشوفه، اللي أنت يوز لك سوى، سواء عجبك ولا ما عجبك، سواء الاستعراض مالي عجبك ولا ما عجبك، أهم شيء أنت شفت شلون يشتغل هذا الجهاز أو الجهاز اللي أنا استعرضت لك إياه، فأنت لك حرية الاختيار. نشوفكم في فيديو شرح ثاني، شكرا ومع السلامة.